لما قتل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي وكان مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغساسنة، ودي قبائل موالية للرومان، قتلوه، ودي بتتسمى جريمة حرب، قتل رسل الدول. ساعتها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعت جيش بقيادة سيدنا خالد بن الوليد لحرب هؤلاء الغساسنة، لأن سكوت الدولة على قتل رسولها يعني طمع الغزاة فيها. جيشنا كان 3000، قبائل الغساسنة كانوا 200,000، ودارت معركة شرسة لعدة أيام اسمها سرية مؤتة، انتهت بإنهاك جيش الغساسنة واستشهاد عدد صغير من الصحابة. ووصلت رسالة الدولة أن شوكتنا مش ضعيفة أمام من ينتهك المعاهدات ويعتدي على أرواح الرسل. بعد وصول الرسالة بحرب استمرت تقريبا أسبوع، قرر سيدنا خالد ينسحب بالجيش، ليس هناك فائدة من إكمال الحرب إلا الخسائر، وانسحب بخطة ذكية جدا ومحكمة من غير ما واحد من الصحابة يموت، والخطة دي بتدرس إلى الآن. لما رجعوا المدينة بعض الناس تلقوهم قالوا لهم يا فرار يا اللي هربتوا من المعركة، فدافع عنهم سيدنا محمد وقال بل هم الكرار، يعني المهاجمين إن شاء الله. عشان سيدنا محمد يقول إن مش كل انسحاب هزيمة، بل هناك انسحاب سلمي ذكي، وكأننا محتاجين هذا الانسحاب في جوانب تانية في حياتنا غير الحرب. شفت أب بينسحب بعد احتدام النقاش بينه وبين ابنه، عشان الأب عايزه يخش كلية عليا مجموعه يجيبها، والولد عايز يخش كلية أصحابه داخلينها، علية الأصوات، والشاب بيقول ده قراري. فالأب شاف مفيش فايدة من المعركة دي، قال له براحتك، انت كبرت، خوض التجربة للآخر، واسمح لنفسك انك تتراجع لو حسيت ان الكلية دي مش مكانك. انسحاب الأب ده كان انسحاب ذكي، لان مفيش فايدة في النقاش خلاص. شفت الانسحاب الذكي ده من ابن او بنت شايف الانفعال والدموع في عيون امه وهي بترفض سفرية مع ناس معينة، فيتراجع بوعي وإرادة عشان يطمنها، السفريات جاية كتيرة مش لازم نتخانق دلوقتي. شفت الانسحاب الذكي ده ما بين أصحاب فيهم واحد شجاع، لما احتد النقاش واتقلب لجدال وتعكرت القعدة بنخسر بعض، فبقرار واعي بيوقف النقاش حفاظا على العلاقة، رغم ان شكله بينسحب، لكنه بقمة الوعي والذكاء والقوة انسحب انسحاب ذكي، مفيش فايدة من خسراننا البعض. فاكر زمان يا ما حصلت واحنا شباب بنهزر مع بعض بالايد كده قدام الناس، فتتقلب بخناقه هي متغلفه بالهزار، بس الطاقه طاقه خناقه، فواحد مننا يزق التاني كده وهو بيضحك عشان ما نضربش بعض قدام الناس ونحافظ على علاقتنا، لان الهزار قلب بجد. حاله من التراجع الواعي لو الحوار اتقلب لجدال اخره ان احنا بنخسر بعض، لا يفعله الا الاقوياء. أنا بشوف الانسحاب الذكي ده بين اتنين متجوزين، النقاش الطاقة بتاعته قلبت لطاقة خناقة وتراشق بالاتهامات، أم واحد منهم الأقوى أم جايب ورا وأم قايل مثلا لمراته ولا قالت لجوزها بص أنا شايفة إن احنا مش جاهزين للنقاش دلوقتي، تعال نأجل النقاش ده لبكرة يناسبك بالليل ولا الصبح، ويحصل كده إيه، نفك الاشتباك. اللي بيجيب ورا ده هو الأقوى على فكرة. هذا الانسحاب الذكي يسمى في الشريعة خفض الجناح. ربنا بيقول واخفض جناحك للمؤمنين، عارف لما واحد يلم نفسه كده في حالة من التراجع للحفاظ على العلاقة. ولو حصل الانسحاب ده وانت بتتخانق مع أبوك ولا أمك يسمى رحمة، ربنا بيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي بسبب الرحمة انت بتتراجع. ولو حصل بين الأقران متجوزين أو أصحاب بيسمى تواضع وترك الانتصار للنفس. الصالحين يقولوا إذا عز أخوك فهن، لو هو قوي انت رجع لورا عشان ما تطقشوش في بعض، لا يفعله صدقني إلا الأقوياء. هذا الانسحاب الإنسان فيه بيبدي العلاقة على الانتصار للنفس، وده قمة القوة والذكاء. فاللهم أعنا على كبريائنا، وارزقنا الحكمة، واحفظنا من الجدل، وسامحنا يا مولانا على ما وقع منا من الزلل.